الهجوم الأخير. أوكي. احتمال كبير بيطلع لي جسر يتكسر. كيف أضربك يا صديقي؟ لا كومبينيشن صعب. رياكشن ما له داعي. ما كان عندي خيار ثاني. كان يطلع لي هذا التعب. يس. باك جراوند جميل. الدخول على الزعيم. هنا المفروض في شيء يتكسر فوق. اقدر اوصل. كان في الممر السري وديني السرداب. سرداب؟ لا المهم يطلعني فوق العلية. اوكي حلو. كلاسيك دراكولا. بس المشكلة سريع. أسرع من الطبيعي. ثاني شيء هم. أيوه. كيف اعديها ما اعرف. ممكن هاي. ما ضبط. نعتمد على السبامينج. خذ. الحين ضبط. عرفت الان. يلا فور هيتس. اوبس سوالي فاجاني. هيل بعد. لا حرام. جيبيلي. اوكي اوكي اوكي. اخ ليش؟
مجاني. هاي التختيمة ولا في مرحلة إضافية؟ يا سلام، فجر القصر. شو كانت تقيع؟ بالعادة لازم يكون على الطرف شي جرف معين ونراقب القصر دمر. مشاهدة ممتعة. عفوا.
هاي الريزلتس اللي خلصتها بساعة وعشرين دقيقة. عدد الغلطات 21 مرة مت. السلاح المفضل كان هاي الرود. المفروض الانهولي فاير. يلا أرجو أنكم استمتعتم بالمشاهدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.